نسخ السمات والتنسيق (Attributes). نسخ التنسيق هي عملية نسخ الخصائص والسمات من مقطع لآخر، وهذه السمات تشمل المفاتيح (Switches)، التأثيرات (FX)، مفاتيح الحركة (Keyframe)، إعدادات بانكروب الخاصة بالتحريك والتحجيم والتدوير والقناع، بالإضافة لإعدادات التسريع والتبطيء. ويمكن نسخ المقطع بالنقر بالزر الأيمن ونختار Copy، كما يمكن من قائمة تحرير Edit ونختار Copy، ونسخ المقاطع ثم لصقها. لها أربع أشكال: الشكل الأول بيست، وهو النسخ العادي، فيتم اللصق بدون إزاحة المقاطع التالية، وتتم إزاحتها لو أداة الإزاحة التلقائية مفعلة. والشكل الثاني لصق الإدراج بيست إنزيرت، وفيه تتم الإزاحة سواء كانت أداة الإزاحة التلقائية مفعلة أو غير مفعلة. نلاحظ تمت الإزاحة رغم عدم تفعيل الأداة. والشكل الثالث عمل لصق متكرر بيست ريبيت، فتظهر نافذة نحدد فيها عدد النسخ المتكررة، وعند اختيار End to End تلتصق النسخ ببعضها. وعند اختيار Spacing نحدد قيمة المسافة بين بدايات المقاطع. والشكل الرابع لصق التنسيق على مقطع ميديا آخر Based Attributes. أمامنا مقطعين، ننسق أحد المقاطع ببعض هذه السمات، ننشئ مفاتيح حركة مثلا، ونعمل تحجيم وتدوير، ونضيف تأثير الزغللة في نهاية المقطع، نعين التنسيق. نقوم الآن بنسخ هذا المقطع كوبي، ثم نقف على المقطع الثاني وننقر لصق السمات من القائمة المختصرة أو من قائمة Edit، فيتم نسخ التنسيق من المقطع الأول إلى المقطع الثاني.